عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. وقال الحسين بن علي عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين. منهجية الدعاء وسر الإجابة، مع سماحة السيد ميثم المحافظة، الليلة في مأتم المرخ.